الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وخاتم النبيين ورحمة الله للعالمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الأخوة الكرام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. وبعد، أيضا ثم سلاخ دي الموضوع الفضل العلم ذي العلماء نغزي يكسع العلم يكسع العلماء غرسي ربي من الخالق سبحانه وتعالى. العلم أي مثل دوكين إتيك جديث التذاث القمذان أنس ملد العلم بلين العلم شو ذاث القمذان مرام ذا شو إذا العرف ماذا قلنا وسعالة مسلم ماذا قلنا وسعالة من العلم. العلم أي مثل دوكين إفيك من الصح دي القعام دوكين إفيك من العلاقات الاجتماعية العلاقة في إدلان هي الغشيم أم كانت مستفهمين أم كانت أتسمع عامين الجوغ لسن أم كانت يحبين أم كانت إلي ثقمت أم كانت إلي الإصلاح لسن تسمو سنين. أنظر لشدينا سيد ربي لشدينا في محمد صلى الله عليه وسلم يحوج العلم في غاية مثل سل علمان السين سيد ربي سل علمان السين في محمد صلى الله عليه وسلم فاجن فيك حرص الرسول صلى الله عليه وسلم باش يسير الأمة يس الأمة اقرا ذي الأمة التمسلمة أو يمزبرون يدين زين في اللاس ذي الوحي كلمة اقرا باش أنظر بلين الأمة ينس الأمة المسلمة ذي الأمة للعلم ويميز سيد ربي الخالق سبحانه وتعالى الأمة ينس في الأمة النظام يميز سيد العلم ذي الحكمة يقرأ كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والإيمان بالله يحوج العلم يحوج المسلم سبحان الله. كيف مثلا المسلم ويتسين هذا الجاهل المسلم مطلوب في الله سديسين خطر الرسول صلى الله عليه وسلم قال طلب العلم فريضة على كل مسلم في شيئين في المسلم أضرب من العلم أضرب المسلم إن ذا الفرض أفن كل مسلم قد يسين. الرسول صلى الله عليه وسلم أن يتمثل الذي قال طلب العلم فريضة على كل مسلم إن ذا الفرض أفن كل مسلم إلى قسل يسين. أما كنين إكستيماليا أما كنين إكتس أما كنين إكتس التنفس الأكسجين أكيد هي قد يتبعها المسلم خطر باش أدبير المجتمع للمجتمع المسلم للمجتمع الخير للمجتمع الأخوة للمجتمع الوحدة للمجتمع المصلح وديبير الصلاح دي القاعة في البلاد والعباد. خطر كان الرسول صلى الله عليه وسلم جبت مني الأمين سيد مثلا أمتي 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 خطر كان الرسول صلى الله عليه وسلم يحرص الأمين صفر من العلم يقال طالب العلم كالمجاهد في سبيل الله وين يضيف لنا العلم وين يطير للعلم يحول قبرين للعلم أم من يتجهز في سبيل الله في ساحة المعركة. الله أكبر ذكرني مثلا درجة مكسعة طالب العلم أم من يتجهز ذكرنا شو الأجر يسيف كسيد رب الخالق سبحانه وتعالى يصور أن في مشبع صلى الله عليه وسلم باش يعني قد يعقل كل مسلم بلهم ويسعى الحق باش يقيم الجاهل إذ قرأه إنسيوم إلى قتل الدم السلام إلى قتل الفضل المسلم فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون اتبع العلم اتبع المسلم إيه قتل الفضل ذي إنسيوم إيه قتل الفضل وتصير ضرب الجاهل يقرب ليس منا إلا عالما أو متعلما إيمان حشر من إيمان العالم نغض المتعلم إلا النوم ذي إنسيوم إيمان الباقي ويتكار غروما ليس منا إلا عالما أو متعلما كما يتمدى باش أسلم المعاملة الحسنة قال الخلق سيد ربي الخلق سبحانه وتعالى وسلم المسابقة إلى فعل الخيرات. إذا إيه مثلا طلب العلم ذي العبادة إنسان ما يسعون الأجر أم المجاهد في سبيل الله طلب العلم فريضة على كل مسلم
سبحان الله تجد العبادة والعبادة كسائر العبادات تحوج تسند الشروط. الشرط الأول الإخلاص لله. الإنسان الذي يضرب العلم ينسر في بعض المسلمين باش أن يسير أفوذ ما ربيهم باش أن يعدد سيدة ربي سي حق باش أن يروح سيدة ربي لا يضع النبي محمد صلى الله عليه وسلم كان يسير سيدة ربي ثم وسني الحق ثم وسني الآن وذي سيدة ربي محمد صلى الله عليه وسلم ويقارن ويتبع هذا المسلم باش أدي أدي يسعو ذغي كويس بلي في الدنيا باش أدي يربح الدنيا باش أدي يربح العالم الدنيا ثم يقرر يصلي يروح. إذن الدنيا زائلة أدي أدي تبع أكل أين أريف الزفر بهم سبحانه وتعالى خزر كان شيء يقام في مشفق صلى الله عليه وسلم. إلا من تعلم العلم ليباهي به العلماء أو يماري به السفهاء أو يصرف إليه وجوه الناس فهو في النار. وإن لا يتعلم من العلم باش أن يرقى العلماء باش أن يسيس شخصية مفعلة من العلماء باش أن يدودي الغيم السفهاء نا باش أن يجفد الغشيمة أكنا ذي تسمى قيمة أن يوارد مسلم ونسعه ولا ذا مسلم إن دوي في النار. الله أكبر خطر كليه مثلا ما شفه المسيح ربي سبحانه وتعالى. القرد أبو هريرة رضي الله عنه وعضاه الذي ندى رسول صلى الله عليه وسلم من تعلم علما مما يبتغى به وجه الله لا يتعلمه إلا ليصيب به عرضا من الدنيا لم يجد عرف الجنة. إن دوينا لا يتعلم من العلم إذا يخدم غفوذ من سيد ربي ولكن أبي يضرب العلم باش أدي يذبح الدنيا إن الضريحة الجنة التي تويها الله ما قيده يخدم يعاب ما في لابا اتخدمه ما شافوذ ما ربيه ما افقر ما شافوذ ما ربيه الدنيا تكسر بحضارة الجنة تكسر بحضارة ولذبح خسر الدنيا والآخرة ذلك هو الخسران المبين. إناد رسول صلى الله عليه وسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه إناد رسول صلى الله عليه وسلم من تعلم صرف الكلام ليسبي به قلوب الرجال أو الناس لم يقبل الله منه يوم القيامة صرفا ولا عدلا رواه أبو داود. الله ما تتبع على مريد القريان مش مفروض من سيدة ربيهم أجد يفك سيدة ربي الفصحة من قوم سلاي أتسخر الفضل الغاشية من قوم سلاي الإنسان من بعد ذا شو ما إذا يستخدم الفصحة نيم لقيني كحوب سيدة ربيهم ولكن أتستخدم باش أبيع في السلع العباد باش أدي يسقرح العباد باش أدي يتشن حقوق العباد باش أدي يسكشن أيوني هلا ما الدخل قوية من العباد إيه ندي عذكي أريق بلا ربي يوم القيامة غربوص أمسلين ذي العذاب الأليم إذ يقوني نيه مثل غنجر بن جيموني التاسك سعان الفصحة وتسخدم لها ما فوذ ما ربيهم ولكن الجزاء من جنس العمل يسدي للوقت الفصحى اللي تروح وسيد ربي الشغل يستخدمي يوم الأويز لنا أذي ذي قراء كما قلت مثلا قرن ذي مثل نعم ربي يخدم الشغل يس إنه كني كان يتسخيقا كما قلت مثلا. إذا الإخلاص للعمل وذ ما ربي وغير الشيطان زوره والسين نظام الشيطان والسين الذي يتبع النبي محمد صلى الله عليه وسلم. العمل الصالح جميع الأعمال الصالحة فاش في بلاد أفسين الشروط وكما يقولوا ذلك وذ ما ربي زوره الإخلاص إسيد ربي في السنين للمتابعة من النبي محمد صلى الله عليه وسلم الذي يتبع العبد السنة النبي محمد صلى الله عليه وسلم ولذبع على السنة النبي محمد صلى الله عليه وسلم العمل يصير طيب. الرسول صلى الله عليه وسلم يقرد من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رب أن يخدم يونا يخدم النبي محمد صلى الله عليه وسلم ومقويا للعمل نفس كما يتمثل. إذا ماشي ذا تعلم ويتعلم للغة النظم نو القرار العلوم النظم لا الرسول صلى الله عليه وسلم يوم راد باش أن يستين ثم سنين أتشو ساعة ثم سنين لا ماشي بيونون كم غسل الإنسان اللي يسعون إتقان دي العمل أن يخدم ديو ذي المهنة هي يخدم الإتقان أفوذ مربي وتيخدم كليت يقيها يحمي ربي إن الله يحب أن يعمل أحدكم عملا فيتقنه. إنما الرسول صلى الله عليه وسلم ما يخدمون العمل تخدم أكليت يقيها وتسجل ما تشوخاش ليس يقال زيد بن ثابت رضي الله عنه إن دي مية الرسول صلى الله عليه وسلم إن يا زيد تعلم لي كتاب يهودا ف
فإني ما آمن اليهود على كتابه. ينسي زين تعال تعلميد اللغة اليهود السن الفهم ده شو إخدمهم ده شو يفغان إيناد زيد بن ثابت إيناد في كغاس 15 بوسان كرقم 15 كرقم 17 وكذا ده الرواية قد قال 15 بوسان إيناد حفظ اللغة اليهود إيناد ماتش يعني السمغة دورة وما نسني يرى الرسول صلى الله عليه وسلم السمغة كتبا اكتبش وقاريش. إذن وين يسن اللغة كون القوم يمنع ذي المكرم سن كيف مثلا؟ إذن طلب العلم يوسع القويل الذي يحياي القويل الذي يسخر الذي يحياي يوسع كما مثلا الرسول صلى الله عليه وسلم ودي حدال العلمي كي باش يدي هدس العلمي القويل كحمي سيد ربي والحوما الزاذ كما مثلا الإسلام الدين من الحضارة الدين من الإنتاج الدين الخمام وقل اعملوا فسير الله وعملكم ورسوله والمؤمنون يقال محمد متولي الشعار وعليه رحمة الله إنذ لا تكون كلمتك من رأسك حتى تكون خبزتك من فأسك الله أكبر إنذ السلالة هو للمخي أثيد إنذ بكل حرية إنذ حشمة الله فخبزتك في بلانسة السليلية أتصمي برا أدل الذين كان هبرد زاد منك ديتك انتباقى السلس يعرض السلالة الصحيح زادس كذي قال محمد ولي الشعراوي سيف كربان رحمة ما يعيه مثلا إذن إنسيم العزة إنسيم ذي الكرامة إنسيم ذي الخير ذي المحبة سجمات ذي السلم ذي السلام ذي الأمن ذي الأمان الله أكبر كما يعيه مثلا خزر كان الرسول صلى الله عليه وسلم يتوصل بشان تفاع أدريدي تفاع القرآن الكريم السنة الناس ما قيد كان أمحيك رسل من موسى عليه السلام بشان يتعلم غير الخاذر سيدنا موسى عليه السلام من أول العزم من الرسل الرسول من أول العزم ذي خمسانين أول العزم من الرسل من الرسل سيدنا نوح عليه السلام سيدنا إبراهيم سيدنا موسى سيدنا عيسى والنبي محمد صلى الله عليه وسلم خمسة من أول العزم من الرسل وجد سيدنا موسى عليه السلام يفرد لها دركة عليه الصلاة والسلام وعلى نبينا صلى الله عليه وسلم إمي بروحة الخبر باش أدي غفلس يجعلوا باش ويكسن الخريش إن السيد ربي لون السن الخريش ويميز ده كان روح على الغرس ولكن خزاطة مشي بالطوعة زاد الخبر باش أدي غفلس وسيلا يمكن يد النبي يمكن يد الرسول يمكن يفكي يد ربي ذي العلم أزر كان نعم ما يشبه الكلام ما كان ولكن نعم إن حيث أماكن التلميذ زاد المعلمين وقت شنا مشتوح زاد الشيخنا إذن الصغار إلى كلام باش يسيب سيدنا موسى قال له موسى هل أتبعك على أن تعلمني مما علمت رشدا إضافة إن سد يديه ماذا ذكر إن سد يديه باش أتعلم وين يكيد يستعلم سيدة ربي وين لها سبحان الله إضافة ما لي دوي لسنا غير ما سيقبل الذي دوي لسنا غير ضغي يا ولكن الخضر عليه السلام الناس قال إنك لن تستطيع معي صغرى إن شو زمرات صغرى يوين لدوير خطر أين دوير يخلف الشرع النيم الشريعة النيم الشريعة النيم بذلك النيم وتقل يا الخضر يشوف الله ولكن البعض ناس ازدخل ازدخل سحشة سيدة ربنية إزران إذن تيد إننا ندخل مغان شتاقين أكا إن سيدة كوزمرة تصغر سيدنا موسى عليه السلام يكمل أسئقة قال ستجدني إن شاء الله صابرا ولا أعصي لك أمرا إنس هذه الدفع إن شاء الله الصابر أكسبرا يعني إن إذا نفخذ تدخل بها أقلوا على ربين إبناء سبحان الله سيد أمبادي بيث الخضر عليه السلام قال لئن اتبعتني فلا تسألني عن شيء حتى أحدث لك منه ذكرا إنس ويتسقسيرا أفينا ثوير حشب أني غير ذلك الله أكبر خزر طوالوعك سعام سيدنا موسى عليه السلام للخضر عليه السلام سكين الطريقة ولي أريض الفن العلم هذه طوالع الزاد ويني في صغرين أم تشيشين ما مشطوح الزاد والشيخ في صغرين أم العبد العبد زاد زاد السيدينس كما يدمر معنى ماشي معنى ينسى أسجل العلوم نظام في المقابرة كاينين يسخ من كثير الغشيم ولكن لا خطر يا ابن
لو لا يغرم الهندسة، لو لا يغرم الطب، لو لا يغرم الفلك، لو لا يغرم العلوم البحار، لو لا يغرم العلوم القاضي، لو لا يغرم التجارة، لا التكنولوجيا، لو مرة أكل قرية كاملة. ولكن هي مثلا القرآن الكريم، السنة في محمد صلى الله عليه وسلم، سجل العلوم الشرعية، ذي فرض عين كل مسلم. إن شيء ما تصير السنيرة في خمسة تزاري دنا في خمسة الزكاة، وإذا رأنا في رزق الشمس ويتيقنا يقدس سوى المستوى بشري وثمسيين. أكن ولكن القرآن الكريم السنة الزمرنا ذخي قوي دم زمره أم بعد إغار العذين سيعجلن. سبحان الله. المثل بسيط، ملي القرآن الكريم السنة لمحمد صلى الله عليه وسلم، ملي القرآن الكريم الوجين أليسيحون العلوم النبوي. أما كنا نتصعدك وستمير العائل عليهم ونشو تيسع المرة أكل، ولكن وتسعي برا الرخصة لسات النهرض وتسعي برا الكود لكود الود أمكات النهرض داش أدخل برا أتفسدر واتفسدر أكمل وين يغرر العلوم مرة ويغرر القرآن الكريم ودي زرغ القرآن الكريم أمي لا يسعون تكاوستين فنهرض محاش متينها، ولكن السلال القلب والسلال سعر الرخصة السياقة داش لا يخدم يبعد عن جرب يجيب منين أليس في سليمان يشو ديس في سليمان غير الناس أكمل يتمثل والأمثلة ما تعس أهدارا كرا قويني قوين إمو يليس الدار العجزان ودي أهدار هذه الجميعة ويغرر إلى قناعة أدن لها النغة الخزارة أفرن دي الجميعة مسعى الشهادات وقويني إمو يليسنا هذه خام الدمغارة إلى قناعة لك أنت سبقى باين فبس دميس ذي المحاكم وبروني سنغران يروح الدين وقال أولا كنيم يصلح لك لي بورطاب يكويز دا بورطاب للناس ينيس أنا غامين ينيس بورطاب لك ينمو الحالة ينيس مهدك أبدا يتدخل ينيس وينام ينيس يربح أشي مهم الخطر ينيس ويتسوي لنا ولا روي بعد يوم أسوى سيكو يتسوي لنا ولا روي ولا روي صغرا ما رخدم الكل أنا اللي يخدم ولكن يتسوي لنا أما كنو ياشي إيه طفوينا يصل هناك نعم لي بورتابل يتفد يخزر المرة يفد في أولا إنيس هذا إنيس بورتابل تليفوني ليك بورتابل لو في أولا ماشي لك بورتابل يتوض وراويك يتوض زبيت مثلا أشتغل القراية العلوم خزرت النداء لو كان يغلو بمغاراك نعم سنن القرآن الكريم أضغرن وقرى ربك ألا تعبد إلا إياه وبالوالدين إحسانا ده شيء لما سيدنا ربنا في الودين تريد تسوي إبادة الإنسان كيف مثلا إن العبد مقارن النظام أخطر تجنين أي مثلا إن دمي سجين يقيد الشهادة دي الجامعة إن دخل مغسى كل المستلزمات أني اسم القرى أخذ مغسى خام ويخدم زرمي مثلا سيمين إدي بول وجزين إن دار نمر ينمر في رجدي عند خوي بورتاب الناس إن دمي السوكة الجميع سيكوندي إن دوهما إن الجانا ولا شيء ولا شيء إن دروحة سوي غصو بورتاب النظام إن تسوي غصو بورتاب للمدير إن تسوي غصو بورتاب النظام نمر النظام يسينا إن ديالي يدير جواب إن الدنيا غصو بيتسوى غصو غصو بيتسوى غصو أخطر نمر نينو يزدخل بورتاب إليه ثروش ديالت خلاص من دقوت جمت فوق شو غير مكانيس ذي العلم وقي إيه سبحان الله يقد النغة لنا الخزار أدر بضمي أسكن بك العلوم النظام كامل أسجد القرآن الكريم وثي شوية السنة النبي محمد صلى الله عليه وسلم شوية وصل جال الخير خيار الخير أعقية كام ولكن من كل يوم في ديس وسيس بروا آباءكم تبركم أبناءكم خذوا في الخير الود الون أو الون دليل الون ولا الخير ولكن أو إنك نعم
كامل الودي ليش خمم كافقة في يوم كي دقيقة كيف مثلا باش نصل المكان اكس عام القران الكريم اكس عام السنه النبي محمد صلى الله عليه وسلم ادي جوير القران الكريم الذخي قويله ذم جوالو من بعد غسل هذا العلوم اللي غنشوفنا ذم فعال ديني ولكن ملي قلنا وي جوال القران الكريم الذخي قويله العلوم اللي غنقراو قبايا رجلان الذخي ويتشيلان العلم النافع ودي تسوريني الهام كما يمثل الوين غادي يخلقني ديناميكا الرسول صلى الله عليه وسلم قال من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين وين يهمك بغا سيدي ربي الخير غادي يفقه في الدين يفقهك سيدي ربي الخير غادي يسكن الدين الدين الملك حمي من ديتاك ولكن الدنيا ديتاك انت ملك حمي اللي تاك انت ملك حمي ولكن الدين العلم الشرعي القران السنه اللي تاك انت ملك حمي الله اكبر كما يتمثل وما دنيني للعلم ما يتمثل يقنع فيك العلم ذي يقدر القرآن يمد القرار العلم كم؟ ذي يقدر القرآن يمد القرار العلم ولكن أني دولة القرآن بالسنة ولكن ذي الثقافة عن إسقار أي هو يسعود الإنسان الشهادات كان جلسي في يوم أن طن الشهادات إنسان مثقف الثقافة ليس عام ولكن لله العالم خطر العالم إذ وين يقرر الله سيد ربي سبحانه وتعالى وين يتسوى إنما يخشى الله من عباده العلماء العلماء تسوى ربي يقول أن سوى سيد ربي ماشي العالم كيف ماذا؟ إذن الأساس ذا القرآن الكريم أي مثلا أزال إسعام العلم إسعام العلماء رسول ربي من الخالق سبحانه وتعالى ما قلت كان مثلا يقول زميرا أنا هني دينا دار مرة أكوى ذكوة تدويل تكا ولكن أدنيني إخلاء ذي الفضائل الوزن إسعى العلم روح الله سبحانه وتعالى تمزولة مثلا سيد ربي الخالق قد قويس شهد الله إنه لا إله إلا هو والملائكة وعون العلم قائما بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم سيد ربي سبحانه وتعالى يجعل أهل العلم أهل العلم يتيك دخل الشهود سل وحدانيين أنوك شهد سل وحدانيين سل زورة ثلاثة يوم ننسى سيد ربي سبحانه وتعالى شهد غفي منه شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأول العلم إذن سيد ربي الخالق سبحانه وتعالى أقول الملائكة ينسى ويرد أول العلم أهل العلم العلماء ويجي تسيكين شهد بلي لا إله إلا هو سيد ربي وحدش ويسعى على مشرك يقول سيد ربي اسم العلماء غير اسم الملائكة غير اسم الإنسان ما قلنا تسكي كان هذا الميزان اسم يخدم العلماء غدا تكفوه سبحان الله أكاين ماذا؟ سيد ربي الخالق سبحانه وتعالى يوصف أهل العلم سي الخشية في كيس الخوف سيد ربي الخوف هذا غير ويا وسيد سوى من سيد ربي حميت النعمي زندي في كانت حميت سيد ربي لا عفوا اللي يعرفوا ما تحميت سيد ربي الصفة الاسماء الاسماء لا تحميت سيد ربي الخالق سبحانه وتعالى وذي تسوى ديانا وذي أرجو إذن ثلاثة الحب لسيد ربي الخوف لسيد ربي الرجاء لسيد ربي أي كما يتمثل إذن يقال إنما يخشى الله من عباده العلماء إنما يخشى الله من عباده العلماء الخشية أو ذي العلماء وين يتسوى ربي أي وين ذي العلماء وين يتسوى ربي وين ذي العالم مهما كان المستوى يسد الثقافة ولكن يتسوى ذا ربي وتحت بلد العالم إذا ما أدري أن العلم يتمثل العلم ماشي للعلم اللي يوياش القرآن الكريم السنة في محمد صلى الله عليه وسلم وين قرص الثقافة وذا بيس قرص المثقف ولكن إن دايما القرآن الكريم السنة في محمد صلى الله عليه وسلم إشعال خوف ذا بيس الخوف سيد ربي تقويسة أين يغير مثل العلوم اللي ضمن العلوم الطيب نظر العلوم علم الفلك نظر علوم الأرض نظر علوم النبات نظر أكو أين يغير نشوف لك من يعتبر العالم
كان يتبدل فضل يتسبب ضربه. إنما يخشى الله من عباده العلماء. سيد رب سبحانه وتعالى يختار يقول لك لين يتسلم كسرسول الفضل من العلم خيقات ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا. إذا تختار ذين عبادهم في كراس الدين اليوم في كراس القرآن الكريم ويتسمرت زيادة بالقرد. وقل رب زدني علما خطر ما في السنن ما فهم أنظر سيد رب شوي أصدي فضلت السين بأكثر. سبحان الله ما تسير حش حميات تحميات وما تحميات حش ثلاثة مرجوة ترجوة أكا سبحان الله يتمثل أدى وضل وترجوة سبحان الله. إذن خطر الزيادة ذي العلم يطيب فيش كل مسلم كل مؤمن يمرض سيد ربي ما كان يتمثل فطر العلم داشي الصلاة ذي دا العلم ذي القليل. وما أوتيت من العلم إلا قليلا من الناس ربي سبحانه وتعالى ألم يفرع عبر الدنيا لا يكثيحه. وما أوتيت من العلم إلا قليلا ذا فكيف في الدقار وقل ربي زدني علما أنا الذي فسنا أغدي صغار من علم يا المدن ذا شو لك سعادة ذي العلم سيد ربي دروس من قيمة ما كان ردان وقفي سيدنا موسى عقد الخبر عليه الصلاة والسلام على نبينا صلى الله عليه وسلم من قيمنا ألف للحرم دبيين دينام وشد غرف الناس سيدنا موسى عليه السلام قيمة عندنا عندنا في بحر الخبر عليه السلام يولد يوم تر يجر أقام ميسى بخي أم القرنيس البخي وما يفقد يجر أم القرنيس البخي وما الناس الخبر عليه السلام سيدنا موسى عليه السلام الناس ثوية ترنا الناس ولا الناس يا موسى أين تصنع أكل وين تصنع ما في السلوكي خطر أين صدفك سيدنا ربي سيدنا موسى وصدفك على الخضر أين صدفك على الخضر وصدفك على سيدنا موسى. إذن الناس ما ريت صدوك أين صد وين صد الناس ما في المقارنة وين الفرس من سيدنا ربي العين من سيدنا ربي أما يديوين كارنا الدخل وخنفوشي سيمي كارا من قارن الناس الدخل ما لا تقارن ضغر لبحا العلم يقول العلم منه ما في المقارنة العين من سيدنا ربي أم في مقدين أبواب الذي يقوينه وفرقنا ما لا تقرب أن نفحرنا مرة ذا شو من السنة عام ذي العلم سيد ربي وما أتيت من العلم إلى قليل ذي أنصار يقرب وقل ربي زدني علم سبحان الله. قال الرسول صلى الله عليه وسلم من حديث معاذ بن أبي سفيان ند من يريد الله به خير يفقهه في الدين. إن الرسول صلى الله عليه وسلم وينك حمي سيد ربي يتكس الدين يتكس العلم سبحان الله. الدنيا يتكيس من يتحمل يتكيس من يتحمل ولكن الدين يتكيس يتكيس من يتحمل خذلك عليه المثل. إذن يقال ابن القيم رحمه الله إن دونه يحمل ربي معنى بالعكس وينك نعم للحديث ذلك إن دونك يحمل سيد ربي يتكيس الدين إن دونه يحمل سيد ربي يتكيس الدين. من لم يرد الله به خيرا لم يفقهه في الدين. إذن مش يبغى سيد ربي الخير وشي تسكر الدين والوذي يسعون ألف الشهادات للعلوم النظام ولكن وذي حمي يا ربي وشي فكر الدين وذي حمي يا ربي أرم ذاتي السوء العلم للنس ويسعى الدين غير جهنم. إذن ويسعى يعقل ننس لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير ننس أهل الجهنم ننس لو كان نسل لو كان نتعقل شرط السوء الغالب. إذن العلم من آكي السفر غير جهنم ماشي العلم ونقل استقفا ونحب يا ربي وسيد سكرة في الفقه أي مثل ولو أليشرا ألف الشهادة ذي العلوم النظر ولكن في حمي يا ربي وسيد يا ربي الخير. العلماء وارثة الأنبياء إن الأنبياء وشو ورثنا لهم أين سجان صدقة من صرحه ولكن دشوه شو ورثنا وين سجان ذي العين والإرث أماكن تزرع وين يقربن إذا تسوين الورثة وين يقربن إذا تسوين. إذا من العلم كان أنو إذا تسوين مش العلم من وياه في العلماء إذا تسوين. إذا من الاثنين قرب الغرب الأنبياء العلماء ورثة الأنبياء وين يبغى الذي يخسر المجالس الأنبياء يخسر المجالس للعلماء. كما مثلا طالب العلم واللي طالب من العلم إذا قدرين الجنة إجلاء يقال الرسول صلى الله عليه وسلم من حديث أبي الدرداء رضي الله عنه إن من سلك طريق ليلتمس فيه خيرا سهل الله له طريقا إلى الجنة. ولن ينذري بشر يضر في العلم الذي وانت مسلم إن أدي سيسهل سيد ربي في الناس أبريد الجنة الله أكبر. كم إن الملائكة
أتسرحن يوفري وننسن لطالب العلم شيون التواضع شيون التعظيم ولا قدر يسكن أسوك السن المجلس للعلم يولك نيك طير من العلم كيف مثلا؟ إذن الرسول صلى الله عليه وسلم إلى الذي قال بلي جميع المخلوقات إن دوني مرة أستغفرن يولك طالب من العلم أسخر ربي عفو يسك ولو ذي الحوث داخل البحار هذه طير سيد ربي هذا بشر سيعفو بشر سيغفر يولك نيك يقترب من العلم خطر شيء من خطر العلماء إذن الذنيد يتسلل للعباد تسوي انتني تغاروا بلين سيد ربي تسوي انتني تغاروا بلين الاستقامة المخلوقات مرة أكو أكو تتأثر للمعصية البنادم شو مضغب هذا هو قيني على خطر العبد يعصر بيهم ويسخلص على الزكاة ويضع على خلاق ويضع على النبي محمد صلى الله عليه وسلم وسيد ربي يجمع أمان وثنين تفكارا والمخلوقات مرة تأثرن أما ذا الطف ذي قعان أما ذي بحر أو كان المخلوقات تأثر مرة فيها ولكن العلماء سارا لعباد سارا لدغروا بين الاستقامة الوري الطريق المستقيم وسيد ربي محمد قال إن لو استقاموا على الطريقة لأسقيناهم ماء غدقا ولو كان دعاي من الولد للاستقامة لازم تفكر يا للخير أسمت تفكر أسمت تفكر ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض ولكن كذبوا فأخذناهم بما كانوا يكسبون أكام إذن ما دعاي من الولد للاستقامة سيد ربنا للسلح الخارج والمخلوقات مرة أكو أذنع من شو نشتني وإذا نشتني في الطيب من سيد ربنا باش أدى سيعفو إيو لكني يطيب للعلم العلماء أكام يد مدى طالب العلم يشبه الرسول صلى الله عليه وسلم أما بوت زينين خذت كان إن ده فضل سيد ربي العالم غفل عابد إن ده ممكن يفضل أبوت زينين في ثلاث من هذا المرة خذت من كده يشبه أي مثلا سيد ربي الخالق سبحانه وتعالى يفض وين العالم وين يطلب للعلم وين يحب في المسلم الفريد دي دوني الفريد دي خفيقة يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات سيكسي درب الهيبان سيكسي درب الحرمان سيكسي درب يقدر أذينا إفكسر بالنور المذمس مقدار الله أكبر كما مثلا وين إذبان سيد ربي حشان وراء رئيس الله وين إذبان النبي محمد صلى الله عليه وسلم حشان وراء رئيس الله خذر كان كده قاموا شبيح النبي صلى الله عليه وسلم إن الله وملائكته وأهل السماوات والأرض حتى النملة في جحرها وحتى الحوت لا يصلون على معلم الناس الخير إن سيد ربي سبحانه وتعالى الملائكة أهل السماوات الملائكة الجنوان الملائكة الذي يقع كان يخلق سيد ربي يزرع روح للدنيا ولو اقتبطوا في الزخي الغرنيش وحتى الحوث أحوثي ولا الزخي اللوحة إن أنا يدعوه سيد ربي باش يزدفك الخير باش أنا سيعفون باش أنا سيغفر إيوانك نعمل استعلمني غشي أين الهام يتسبب لي دغروا ولد ربي أربو سيد ربي ويستعلم أسنى الخير ويستعلم أسنى بريدن أبريدن الدين أي مثلا إذن العلم الوقيم إذا الأساس للحياة الوقيم يتسوي السعادة للدنيا يتسوي يتسوي القبرين الجنة أي مثلا أغلق سيد ربي جميعا أي مثلا تقول هذا أن استعلم أن وصيني منه ونستعلم أرونا القرآن الكريم الحديث دو قسم الزوار الضخي ويا ونسدان زواره من بعد غسرنا للعلوم النظام أين يبغون يرد المجال يوسع ولكن القرآن الكريم أدي زوير غير ضخي إذو جناس من أري ولهن العلوم النظام باش أدب أدي للصلاح ذي القاعة أدي للصلاح ذي العباد أي مثلا شوية ينسر يا الحيون لهنين يطمئنانين السعادة يسيدوني وشوية يسيم أرسك شمسي ربي غر جنة أرسك كفار بجميع الإذن رجع ربي من المؤمنين حق الإيمان رجع ربي من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنا أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب وصل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.